السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة وصفة نت. اليوم إن شاء الله غادي نقوم بتحضير فطائر تركية بحشوة جد سهلة ومقادير بسيطة سريعة التحضير. هذا هو الشكل ديالهم الداخل، كيجيو هشين يعني كالقطن، ها هو. وهذه هي الحشوة، حشوة بسيطة جدا وسهلة. إذا كنتوا أول مرة كتزوروا القناة كندعوكم للاشتراك مع الضغط على الجرس لتتوصلوا بكل جديد، ونخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمكونات، غادي نحتاجوا الدقيق 400 غرام تقريبا، ما يعادل 3 كوب، ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات البيكنج باودر، ملعقة من السكر، ملعقة كبيرة، ملعقة من الخميرة الفورية. أنا هنا استعملت ملعقة صغيرة ممتلئة جيدا. ممكن أيضا تستعملوا خميرة الخبز أو الخميرة المعجونة. 3 ملاعق من الحليب بودرة، الملح تقريبا ملعقة صغيرة، 3 ملاعق من زيت الزيتون، ممكن أيضا تستعملوا الزيت العادي أو الزبدة، الماء الدافئ لجمع المكونات. نمر على بركة الله لطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. أولا غادي نوضع ملعقة صغيرة من الملح، الخميرة الفورية ولا خميرة الخبز، السكر، الحليب بودرة. بالنسبة إلى ما كانش متوفر عندكم الحليب بودرة فعوضوه بالحليب العادي، ويعني تستغنوا عن الماء، يعني نجمعوا العجين فقط بالحليب. ثم كنضيف ملعقة من خميرة الحلويات البيكنج باودر، نحركوا هاد المكونات. كنضيفوا الزيت، بسم الله، 3 ملاعق كبيرة. إذا كنعجنوا هاد المكونات، بسم الله، نبداو في إضافة الماء تدريجيا حتى كتكون عندنا عجينة متماسكة كعجينة الخبز. إذا على بركة الله، من بعد ما كتكون عندنا عجينة متماسكة بهذا الشكل، يعني كعجينة الخبز، كندلكوها جيدا، بسم الله، بهذا الشكل. ممكن أيضا تستعملوا العجانة الكهربائية، ولكن ضروري أننا ندلكوا العجين. إذا بعد ما دلكنا العجين جيدا، كناخدوا الآن بلاستيك غذائي، كنغطيو الصحن وكنخليوها حتى كتختمر ويرتفع الحجم ديالها. إذا على بركة الله، بالنسبة للحشوة فكتبقى اختيارية. أنا اختاريت هاد الحشوة السهلة واللذيذة والبسيطة والسريعة جدا. إذا غادي نحتاج الكمية من البيض المسلوق حسب الرغبة. أنا هنا استعملت 5 قطع من الجبن، يعني حسب عدد الأفراد وكذلك حسب الذوق. وهنايا الجبن الأحمر، وهنا عندنا الفلفل الأسود والبزار. على بركة الله، في إناء غناخدو البيض مسلوق، ثم بواسطة الشوكة نفتتوه، أو ممكن أيضا تستعملوا الحكاكة. إذا كنضيفو هنايا الجبن وكذلك قطع الجبن المثلثات، نضيف الفلفل الأسود أو البزار القليل، ونحرك هاد الحشوة جيدا حتى تنسجم المكونات مع بعضها. إذا على بركة الله، هنا كنلاحظو بأن حجم العجين تضاعف، كنخرجو منها الهواء. هنا كنقوم بتقسيم العجينة إلى كرات صغيرة. على بركة الله، هنا قمت بتقسيم العجينة إلى 10 كرات كبيرة، وخليت واحد الكرة، يعني قسمتها إلى كرات صغيرة من أجل التزيين. نبدأ الآن في التشكيل. على بركة الله، كناخدو الآن كرة من الكرات اللي شكلنا، نسرحوها قليلا باليد، ونحاولوا أننا نضغطوا على الجوانب أكثر من الوسط بهذا الشكل. هنايا كنوضعوا كمية من الحشوة، ثم كنجمعوا هاد العجينة بهذا الشكل هكذا، يعني كنغلقوها من الأسفل، وفي الأخير كيكون هذا هو الشكل ديالها. ناخذوا كذلك واحدة أخرى، كنسرحوها باليد وكنضغطوا على الجوانب أكثر من الوسط. كنوضعوا الحشوة في الوسط ونجمعوها بهذا الشكل. إذا كيكون هذا هو الشكل ديالها. نستمروا بنفس الطريقة حتى كنكملوا الخبز الموجود عندنا. بالنسبة للكرات الصغيرة اللي خلينا جانبا، كنقسموا كل كرة صغيرة إلى كريتان صغيرتان كما كتشوفوا هنايا، وكنبداو بهذا الشكل كنلويوهم هكذا. كناخذوا الآن كرة وكنوضعوا هاد الضفيرة، إذا غنزيد نلويها قليلا هكا، كنوضعوها من الأعلى بهذا الشكل، وكندخلوها في الأسفل هكا، كيكون هذا هو الشكل ديالهم. من
نستمروا بنفس الطريقة حتى كنزينوا باقي الكرات وكنوضعوهم في الصحن او صفيحة الفرن ونخليهم حتى يخمروا ويتضاعف الحجم ديالهم. اذا هنا كنلاحظوا بان الحجم ديالهم مرتفع يعني خمروا. هنايا عندنا اصفر البيض، ممكن نضيفوا ليه قليل من قهوة سريعة الذوبان. انا غنوضعو هكذا، نحاول انني ندهن هاد الفطائر باصفر البيض، نحاولوا ما نضغطوش عليهم. اذا بهذا الشكل. اذا بعد ما دهنا الفطائر باصفر البيض كما كتشوفوا هنايا، وضعت الزنجلان في الجوانب او السمسم. الان كندخلوها الفرن على درجه حراره متوسطه. في الاول غادي تكون النار من الاسفل حتى كينتفخوا ويطيبوا، من بعد نشعلوا النار من الاعلى باش يتحمروا وياخذوا لنا اللون الجميل. اذا متابعينا، هذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر بعد اخراجها من الفرن، وهذا هو الشكل ديالها من الداخل. كتجينا هشه ورائعه كالقطن. القدر ديالها بسيطه ولذيذه. نتمنى ان وصفه اليوم تكون نالت اعجابكم. الى عجبتكم ما تنساوش لايك واشتراك في القناه، وكذلك الضغطوا على الجرس لكي يصلكم كل جديد. الى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.